ونفس النادي فاز بكأس الجزائر في فئة أقل من 15 سنة. وأقبو النادي الذي تألق أيضا عند الكبريات وفاز بكأس الجمهورية أمام النادي الرياضي القسنطيني. فمن سيتوج بكأس الرابطة لفئة أقل من 21 سنة، فئة الرديف أو منتخب الشبان؟ هذه كرة فيها مغامرة، فيها مغامرة من دفاع وفاق سطيف إلى المدافع بن حميدة صلاح الدين الذي لعب بالنار صراحة في كرة الماضية. لسقط الركنية خطيرة لمصلحة شبيبة القبائل. أعتقد أن خواطر عبد الإله هو الذي تلقى إصابة خطورة هنا، الكرة كانت متوجهة. القائمة الثانية لعبت خطورة ما زال لشبيبة القبائل، ولكن الدفاع الصطيفي تدخل. الشبيبة بصراحة تبقى الطرف الأفضل في هذه المباراة. وسط الميدان ضاعت، عادت، ارتدت، هجمة مرتدة مصلحة الوفاق. الوفاق أصبح يعتمد على المرتدات. كرة داخل المنطقة تنجز. من أين لك هذا الإحساس؟ بالنيران الصديقة. الوفاق يضرب شباك الشبيبة. بالنيران الصديقة أيت حموكا يا يباريت مرماه. قلت بأن المباراة سنشهد فيها هدفا، قلتها قبل دقيقة. وها هو الوفاق يفعلها، وها هو الوفاق يسجل. يا سلام على فرحة جماهيرية هنا على مدرجات ملعب سالم مبروكي. ويا لها من لقطة، ولا لها من هجمة مرتدة سريعة. وبالبوط أعتقد أو بوط هو من سجل، أو مدافع الشبيبة شمس الدين رضواني هو من باغت مرواه. حاول أن يشتت كرة ولكن لم يكن يظن ويعتقد بأن هذه الكرة ستكون هدفا للفريق المنافس، ستكون هدفا للوفاق. 1-0 صارت النتيجة قبل 6 دقائق عن النهاية. اشتعلت المباراة المواجهة فرصة بفرصة. هدف والشبيبة تريد أن ترد على هدف عكسي جاء بنيران صديقة، جاء بقدم المدافع شمس الدين رضواني. 1-0 والعارضة ترد كرة قوية، تصويبة كانت متوجهة إلى شباك الوفاق. يا لها من نهاية مثيرة لهذه المباراة في القائمة الأول هذه المرة. إلى الركنية مجددا لمصلحة شبيبة القبائل. شاهدوا تابعوا بركان، أعتقد هو من صوب بهذا الشكل. يا لها من تسديدة، ويا له من ارتقاء من الحارس، ولكن العارضة ترد كرة رضوان بركان في القائمة الثانية. التعادل مصطفى رزق الله، بوط مصطفى رزق الله. ما لم يفعله المهاجمون فعله المدافعون. هدف التعادل يأتي في وقت مناسب بالنسبة لشبيبة القبائل ولجماهير شبيبة القبائل. يا لها من فرحة، يا له من ارتقاء. السلام، هدف مقابل هدف. قلت بأن المباراة ستشتعل، قلت بأن المباراة سيسجل فيها هدف، ولكن يسجل لحد الآن هدفا واحد للوفاق والثاني للشبيبة. إذن 1-1 وفرحة هستيرية للاعبي شبيبة القبائل. قبل 5 دقائق ما لم نشاهده ربما في 80 أو 85 دقيقة، شاهدناه في آخر 5 دقائق من هذه المواجهة المثيرة، أقول المثيرة في آخر دقائقها. يا سلام
ويا لها من مواجهة ويا له من لقاء. هذا شمس الدين رضواني ومالكي، بينما هنا فرصة الثاني للشبيبة، الثاني 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 الهدف الثاني يضيع على شبيبة القبائل قبل دقيقتين من النهاية. يا له من هجوم ناري من جانب شبيبة القبائل. شوف الانطلاقة، شوف ماسينيسا ولمسة وتمريرة وعرضية، والحارس هذه المرة بوعوان على الدين يتألق، والحكم يصفر مخالفة في اللقطة الثانية لمصلحة دفاع وفاق سطيف. الشبيبة كانت قريبة جدا من إضافة الهدف الثاني. اللحظة تنطلق المباراة وينطلق الشوط الإضافي الأول بعد فترة استراحة. وماذا قال المدربون؟ الوفاق سطيف يعتقد من دون تغيير أيضا، يدخل بعد 90 دقيقة من دون تغيير. في المقابل كان هناك تغيير واحد من جانب، وكان اضطرار أيضا من جانب شبيبة القبائل. دخول منداس رفيق مكان الحلو أخريب الذي قادر متأثرا بإصابة. إذن سنلعب 30 دقيقة أخرى في هذه المباراة، هل سنشاهد فيها هدف؟ بينما هذه الفرصة خطيرة 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 خطيرة، هذه الفرصة فرصة هدف هدف هدف. الثاني الثاني لشبيبة القبائل رضوان بركان. رضوان بركان لم يمهل وفاق سطيف أكثر من دقيقة في هذا الشوط الإضافي الأول ليسجل هدفا بمجهود بمجهود فردي ولا أروع ولا أجمل. يشعل المدرجات من جديد ويسعد الألاف من أنصار شبيبة القبائل بهذا الشكل. انطلق بركان بهذا الشكل، راوغ أمام مجموعة من اللاعبين وسدد بالقدم اليسرى أمام الحارس بوعوان على الدين. رضوان بركان سجل وصوب بهذا الشكل 2-1 صارت النتيجة. شوف هفوة دفاعية أمام 3 و4 مدافعين، غير معقول غير معقول لدفاع الوفاق أن يتلقى هدفا بهذا الشكل. إذن بمجهود فردي بركان يضيف الهدف الثاني. ستشتعل المباراة، كيف ستكون ردة الفعل؟ سننتظر سنترقب. أول ردة فعل من المدرب أولا ياسين سلاطني أعتقد بدخول المهاجم، بينما الفرصة هذه خطيرة، قد يكون التعادل قد يكون التعادل للوفاق. عشق هذا السيناريو يا عبد العزيز، ما هذا أي تعادل وأي هدف وأي إثارة وأي فرحة وأي مباراة. يا السلام، وكأننا نشاهد في مباراة للاعبين كبار. إننا نتابع نهائي كأس الرابطة لفئة أقل من 21 سنة. يا له من وفاق ويا له من هدف في مقصية، ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى، بطريقة فنية جميلة. هنا الكرة وهنا المقاسية، متقنة 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 اللعبة، ومتقنة الجملة التكتيكية، ومتقنة الكرة التي جاء على إثرها الهدف الأول أو هدف التعادل. بهذا الشكل عدل الوفاق النتيجة. إنه يوسف عويسي لاعب من طينة الكبار، هذه لا يفعلها إلا الكبار، هذا الهدف لا يدونه إلا اللاعبون الكبار. يوسف عويسي يعيد وفاق سطيف إلى المباراة. عويسي 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 يضيع الوفاق، يضيع الوفاق. بن رابح يا له من تصدي. عويسي الذي كان نجما طبعا بتسجيل لهدف جميل ورائع بمقاسية يضيع الركلة الأولى للوفاق. بوطم سيتصدى بوعوان، ينجح الشبيبة ينجح شبيبة القبائل في التسجيل. ركلة دون رد، ركلة دون مقابل، رغم أن الحارس بوعوان تابع مسار الكرة ولكن فشل في صدها. ضيع اللاعبان اللذان سجلا في المباراة، واحد تسديدة الثانية، هل سيسجل؟ التصويب
ضاعت الركلة الثانية وتفشل الوفاق أمام حسرة مشجعيه أمام حسرة مناصريه. إنه حارس أخطبوط هذا الذي تشاهدون الحارس في المباراة بركان في مواجهة بوعوان يتقدم ويسجل الهدف الثاني. يسجل الركلة الثانية ركلة ثانية دون رد بثقة وباقتدار جهة وبوعوان تصد ترجيوي ضاعت هذا العارس. روج لتنفيذ الركلة الثالثة أنهاها الشبيبة الركلة الأخيرة ثلاث ركلات دون رد لشبيبة القبائل. ألف مبروك للجياسكا التتويج بالنسخة الثانية من كأس الرابطة ثلاث ركلات كلها ناجحة في المقابل ثلاث ركلات فشل في تحويلها فريق وفاق أسطيف إلى أهداف. إذن ثلاث ركلات مقابل السفر الشبيبة تنجح إذن بالتتويج بكأس الرابطة تحت 21 سنة. مبروك لشبيبة القبائل وحد موفق لوفاق أسطيف الذي لا يجب أن يخجل مناصروه من هذا الأداء وصور رائعة يصنعها شبيبة القبائل وأنصار شبيبة القبائل وهذا التلاحم بين اللاعبين وبين الأنصار. وأعتقد هذا والد الحارس والد الحارس سيف الدين بن رابح نجم هذه المباراة ذكرني به بالحارس رضوان معاشو طبعا حارس شباب بلوزداد والذي تصدى لركلات اتحاد العاصمة سيفيد بها الفريق الثاني وأيضا سيفيد بها الفريق الأول في قادم المباريات. مبروك للشبيبة القبائل عناق حار بالتأكيد بين المدير الرياضي الجديد لفريق الهادي ولد علي والكل يمني النفس بعودة الشبيبة إلى سابق عادها لحظات. ويسلم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم كأس الرابطة تحت 21 سنة لفريق شبيبة القبائل للقائد شمس الدين رضوان الذي يسعد في هذه اللحظات ليتسلم ميداليته أولا قبل أن يتسلم كأس الرابطة في نسختها الثانية. شبيبة القبائل إذن يخلف مولودية الجزائر هذا الموسم ويفوز بالكأس. تحية أيضا من عامر منسول المدير الفني الوطني الترقب من لاعبي الشبيبة ومن أنصارهم على المدرجات لتسلم الكأس. هاي الكأس يستعد رئيس الرابطة برفقة المدير الرياضي للشبيبة لتسليم الكأس كأس الرابطة لقائد الشبيبة شمس الدين رضواني. في هذه اللحظات هي لحظات تاريخية لشمس الدين رضواني وللجياسكا ولأنصار الشبيبة بالتأكيد لحظات غالية ولحظات متميزة للشبيبة